إيكوسبور. تحية لكم نسل كل المحكمة الابتدائية بتونس، ألزمة الجامعة التونسية باستكمال المسار الانتخابي الخاص بانتخابات النادي الافريقي. معنا في المباشر الأستاذ أحمد التونسي اللي رفع القضية هذه بالجامعة. سيد أحمد أهلا بك. عايش أخوي، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل. مرحبا. دونك سيد أحمد، دوك تعطينا أكثر تفاصيل على الديسيزيون اليوم تاع المحكمة الابتدائية. بون، عملنا قضية عنا من نهار 17 أوت، وقبلها كنا عملنا تنبيه لجامعة التونسية كرة القدم، فسرنا لهم فيها وجهة النظر بتاعنا، وبعدها قمنا بقضية استعجالية، واليوم صدر الحكم عن ابتدائي تونس قاضي ابتدائيا استعجاليا بإلزام الجامعة التونسية لكرة القدم بإكمال المسار الانتخابي لجمعية النادي الإفريقي وتعيين جلسة انتخابية ثانية في ظرف شهر من إعلامها بهذا الحكم، كمعناها إصدار بلاغ توضيحي في ظرف 48 ساعة من تاريخ إعلامها بالحكم هذايا، باش تحدد فيه معناها حيثيات الجلسه وكيفاش تتم وقتاش التاريخ وفتح باب الترشحات وكل الحكايات هذوكم الكل. الحكم اليوم صدر المنطوق نتاعو، مازلنا نستناو في النسخه المرقونه معناها من الحكم التنفيذيه باش نعلموا بها الجامعه التونسيه لكره القدم ان شاء الله غدوه ولا بعد غدوه اذا طالت معناها. اي، قابل الاستئناف الحكم هذا بالطبيعه؟ هو حكم استعجالي ابتدائي، الحكم الابتدائي طبعا قابل للاستئناف، ولكن الاستعجالي راه الاستئناف ما يقفش فيه التنفيذ، اللهم انك تعمل مطلب ايقاف تنفيذ ويقبله لك الرئيس الاول لمحكمه الاستئناف طبعا لاسباب معناها كما نقولوا قاهره. ونحن ما نعتقدوش انه الجامعه التونسيه لكره القدم عندها مصلحه معناها في ايقاف المسار الانتخابي للنادي الافريقي، ولا عندها مصلحه باش تخلي معناها هيئة غير شرعية ومنحلة تتركب من الأشخاص من نادي الإفريقي. معناها اللي نفهمه توا الجامعة إذا كان ما عملتش الحركة هذه معناتها الطعن، معناها باش تصير انتخابات من هنا لشهر آخر معناها هكا؟ طبعا إذا كانت النوية صادقة نتاع الجامعة وقت اللي بدأت المسار الانتخابي باش تكمل في النية هذه، ونعتبره نحن مثلا اللي هي معناها أساءة تطبيق النص أو قراءة النص بطريقة مخالفة للي نشوفوه نحن، وتشوفوا المحكمة الآن أصبحت هي تشوف نفس القراءة نتاعنا، فإنه الجامعة ملزمة باحترام السلطة القضائية بالطبيعة وباش تنظم جلسة انتخابية في ظرف شهر من تاريخ إعلامها بالحكم هذا. واضح، يعطيك صحة، شكرا لك السيد أحمد التونسي على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها. نكمل مع بقية أخبار، نحكي على ليغ 2. حمام سوسة حاليا في الجولة الختامية من بلاي أوت ليغ 2، متعادل مع مستقبل قصرين 1-1، وكذلك مقابلة ثانية ملعب صفاقسي متعادل مع جناوية دون أهداف. نتائج لحد الآن تخلي الجناوية رسميا في رابطة الثالثة قبل نهاية المقابلات بالطبيعة، باعتبار أنه القصرين حقق نقطة والمرسم حقق حتى نقطة إلى حد الآن. إذن نحكي وتعينة حكام الجولة قبل الختامية للبطولة في التونسية اللي باش تلعب بعد غدوة الخميس، اتحاد بن قردين مع الشاب الحكم يسري بوعلي، اتحاد تطاوين مع حملا في الحكم وسيم بن صالح، السياسات والكليو بالقمة، تحكيم هيثم القصعيد طوال ستاد الحكم مجدي بالحاج علي، السيابير جي اس كا الحكم يوسف سري، مستقبل سليمان والاتحاد المنستيري الحكم الصادق السلمي، وهيثم جيرات يقود مقابلة الاسبيرونس مع نجم المتلاوية. مستقبل سليمان اعلن تعاقده مع لاعب من كوستاريكا اسمه روندي تشيغو اللي يلعب صنع العاب، امضى عقد بزوز مواسم مع المستقبل. ايضا مستقبل رجيش تعاقد مع مدافع من ساحل العاج بالتحديد من نادي سان بيدرو اسمه كوامي كونستان في شكل بخيب موسم واحد. نكملوا مع اهم المقابلات في العالم بطبيعة تواصل المقابلات كأس الأمم الأوروبية، مجموعة المقابلات او اهم تلعب انطلاقا من 8 غربوع قمة في المقابلات، منتخب فرنسا باش يواجه منتخب كرواتيا، السويد تواجه البرتغال، الدنمارك مع منتخب الانجليزي، وبلجيكا تواجه ايسلندا. ايكو سبيرفكت، الاخبار تلقاها مع السيت راديو اكسبريس اف ام.com.